يارا. ايوه. كل عام وانت بخير. هني معمولات الحجة. وانت بألف خير. يا سلام، يسلم ايديك. شو هدول من الملدوعين ولا من النظاميين؟ اوه، لوين رجعتيني انت؟ ما بسألك رجعتك، تعالوا لأحكي لكم لوين رجعنا. عزيزي السوري، كل عام وانت بألف خير. لحتى ما تفكر انه ذكرياتك عن العيد بتختلف عننا، حبيت شارك معك قائمة من الذكريات المشتركة. عادي جدا يوم العيد تلاقي الاولاد منيمين تياب العيد جنبهم، واكيد رح تحضروا الصراع الازلي بين الحجي والحجة، بيت اهلي اول، لا بيت اهلي اول، وكل اللي فارق معك انت انه تشتغل العيديات وفت العملة. وبعد ما تجمع العيديات وتخلص زيارات العيد، اي طبيعي اللي صار معك وتذكرته صار معنا، امك او ابوك اكيد قالوا لك هات المصاري نخبيهم معنا، ما بعرف اذا رجعوا لك اياهم. وبعد ما تخلص كل حلول الارض انه اهلك يطالعوك مشوار، فبتتسلم معمول ست الحبايب. لا تستغرب لو كان ملدوع شوي، لانه بكل بيت نبع الحنان بتكون مخبيه المعمول الضابط بمكان مستحيل تتوقعه، لحتى اهل البيت يعني انتو تستهلكوا الكعك المحروق. احكوا لنا انتو شو في كمان ذكريات نتشارك فيها بالعيد.